كلا، لكن علينا أن ننظر إلى السرديات التي أثرت الانتخابات الأمريكية. دونالد ترامب كان يريد أن يعطي الانطباع بأن المهمة تمت وفعل ذلك خلال الحملة الانتخابية، وكان قد وافق على ظروف لم تنضج في الدوحة، ولذلك لم يكن هناك وضوح في تلك الرؤية. عندما ننظر إلى التفاصيل، فقط 2000 جندي أمريكي هناك، والبريطانيون لم يخوضوا مهمات قتالية منذ 2014 إلى جانب الفرنسيين. الفساد عم بشكل كبير في أفغانستان، و التركيز على كابول وخصوصا الجانب الغربي كان يصعب أن نخلص به بنتائج. بالرغم من أن أفغانستان كانت في فوضى، لكنها كانت في الاتجاه الصحيح قبل الانسحاب. لكن بمجرد اتخاذ قرار الانسحاب، فإن القوات الأفغانية لم يكن لديها ميزة إزاء طالبان، وخصوصا أننا نعرف أنهم ينقصهم الولاء للحكومة الأفغانية. لذلك عادوا إلى قبائلهم، إلى مجتمعاتهم، إلى أسرهم. هذه هي الطريقة الأفغانية في النظر إلى الأمور، ولذلك كان هناك سرعة شديدة في سيطرة طالبان على الدولة، ولذلك لن يكون هناك سلم في الأفق. هذا سيكون صعبا، لأن طالبان لا أعداء كما رأينا اليوم. هناك كثيرون، الكثير من القبائل والكثير من أشخاص في الشمال لا يتفقون مع حكم طالبان. لذلك نحن على وشك أن نلج أشهرا صعبة وسنوات صعبة لأفغانستان مرة أخرى.